خلاص يا ناس المشاهدين، كيف صحتوا؟ بخير؟ مزيان مليح. احنا جينا من الدار بنغوصو شوية تخوص وشوية القصة. هم معنا كم بدنا العباد صباح الخير عليكم يا احلى متابعين، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ في خير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، مقصكم حتى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم كي كتشوفوا معنا ام السادية جات تغرس القزبر ان شاء الله يا ربي، وهانتوما معنا.
غسل قصبة هذا يعذر لي عدد الفصول، لكن ما قص أنا غسل آخر. ما تغرس خص واحد آخر؟ إيه. وهذا ماله؟ ولا عبا نطيروا منه أول. هذا غزال. هذا اللي طيرنا منه وخلق جام خيا. إيه. غزال تبارك الله. غسل آخر عاود. هذا يعذر لي. إيه. لقينا قصبة. دوات عرسي خص. لا ما هذيك الخص. هتغرسه تمعك. هذه قام ما كانش مغروسة العام اللي فات تما كنا. Thank you.
راح نغرس الخضر ديالنا والخضر ديالنا والويلة باش ناكل الشير من بعد. تبارك الله عليكم، كيبغيكم بزاف ونتعلم بزاف ونقولو لنا تحياتكم أرض الوطن داخل الوطن من بعدكم وحل. هنا أحبائي المشاهدين وصلنا لآخر فيديو، يلا خليناكم على خير، تلقوا فيديو جديد إن شاء الله.